حلو انه قاعد شيف تطبخ سمك، وموضوعنا اليوم ايضا راح يكون عن السمك. طبعا نرحب مره ثانيه بالسيد ابراهيم البوسعيدي، وهو طبعا رئيس مجلس اداره نادي التصوير الضوئي، وايضا مدير عام تنميه الموارد السمكيه بوزاره الثروه السمكيه. حياك الله مره اخرى. حياكم الله. حلو انه محضر عيسى اليوم هذا عن هذا الموضوع. نجومنا ضابطه اليوم. الله يسلمك يا رب. نتحدث شوي عن هذه الوظيفه يا سيد ابراهيم، واللي يعتبر طبعا السمك من اهم الموارد للانسان في السلطنه، وايضا السمك مهم للانسان. الثروه السمكيه هي كائنات حيه أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بها، وشواطئنا ممتدة حوالي 3156 كيلومتر. نعم. فبحارنا مترامية والحمد لله يعني ثروة غنية. الوظيفة هذه طبعا هي تشمل في أساسها إدارة الثروة السمكية، كيف نستغل هذه الموارد من قبل الصيادين، كيف نحافظ عليها كمورد اقتصادي مهم، كيف ننميها، وكيف يعني تكون هي يعني مثل ما نقول أمن غذائي لهذا البلاد. نعم. الحمد لله. الوظيفة تشمل طبعا هي تنظيم القطاع، تنظيم قطاع الصيد من ناحية الأسطول اللي يصيد، التراخيص، البحوث والدراسات اللي نقوم بها أيضا لمعرفة كم هو موجود في البلد وكيف نستغله بالطريقة الأفضل، المحافظة على جودة الأسماك بحيث أنه نحن نستطيع نسوقها للأسواق المحلية والعالمية بطريقة تضع هذه المنتجات بين أفضل منتجات العالم. نعم. أيضا هي متوافقة مع التراث خلنا نقول البحري للبلد، لأنه سلطنة عمان ومنذ قديم الزمان شعبها يمارس الصيد وله تاريخ عريق. صحيح. فيما يكون ما يسمى بالثقافة البحرية، وأيضا هي كما ذكرت أمن غذائي، والحمد لله يمكن هي من السلع القليلة اللي نحن نتمتع بأمن غذائي كامل فيها في السلطنة. نعم. الوظيفة هي هذه مجملها، والحمد لله ربنا وفقنا أن نكون من ضمن الناس اللي يعني يساهموا في إدارة هذا المورد المهم، والفريق كامل في الثروة السمكية يقوم بهذا الشيء. نعم أستاذ، يعني إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية، وأنت أكيد يعني قدها وقدود. أنت كونك يعني مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة طبعا الثروة السمكية، إيش تمثل هذه الثروة للسلطنة وللمجتمع أستاذ إبراهيم؟ يجد طبعا المتعرف على هذا القطاع أنه يوجد معانا ما يقارب أكثر من 14,000 قارب صغير، عرف العمانيين باستخدامه بشكل كبير جدا. نعم. اللي هو طبعا بين 6 أمتار وتسعة أمتار، يعمل في هذه القوارب ما يزيد عن 34,000 صياد. فبالتالي عندنا شريحة كبيرة من المجتمع تعتمد على الصيد كمورد رزق. نعم. سواء كان رئيسي أو ثانوي بالنسبة لهم. الشيء الآخر عندنا الصف الثاني اللي هو عملية الإنزال والتسويق، يعمل فيها أيضا هذا القطاع عدد كبير من العمانيين. نعم. وأيضا عندنا السفن، عندنا حوالي 700 سفينة خشبية وفيبر جلاس. وعندنا 20 سفينة نسبيا أكثر تطورا، يعني تروح البحار العميقة. فالشريحة اللي تعمل في البيئة البحرية كبيرة جدا. وأيضا السمك مثل ما نشوف اليوم الشيف، وأيضا بالنسبة للمجتمع هي وجبة غذاء رئيسية، ومش فقط هي وجبة غذاء رئيسية، هي وجبة غذاء مطلوبة وصحية، لأنها تزودنا بالأوميغا 3 وبروتين أيضا غير مضر بالجسم. بأنك أنت ذكرت هذه الأرقام يدل على أنك أنت قريب شوي من الصيادين، تروح تشوفهم سيد إبراهيم، تشوف مطالبهم، مشاكلهم، شكاواتهم، تكون قريب منهم واحتياجاتهم مثلا. هذا يمكن يشكل المتعة الرئيسية في عمل الثروة السمكية. نعم. أن احنا قريبين من الناس بشكل جدا، من الصيادين. نعم. واتصالنا بهم مش بشكل أسبوعي أو شهري أو سنوي. نعم. اتصالنا بهم بشكل يومي. أيوة، زيارات متبادلة. نعم. وعلى مستوى السلطنة طبعا كلها، والحمد لله هذا يكسبنا أيضا معرفة وعلاقات وثقافة. نعم. ويكسبنا أيضا تواصل مع المجتمع بشكل كبير جدا. فهذه أيضا يعني ميزة أخرى نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. تحب السمك سيد إبراهيم؟ أكيد ولا طبعًا. لما صرت مدير الآن صرت تأكل سمك؟ لا طبعا، احنا يعني كأي عائلة عمانية السمك بالنسبة لنا 3 أيام أو 4 أيام في الأسبوع هذا شيء رئيسي. وأنا من محبي سمكة الجيدر. نعم. سمكة كبيرة، وهي السمكة يعني شكلها بالنسبة لي أعتبره جميل وقريب. صح. ولها مسميات عديدة أيضا،
صيادين يسميوها لها ثلاث اسماء تقريبا غير سمكة القيدر، سميوها ابو حمد وابو قوس وابو كتارة. حلو. ايوه، وهذه طبعا لاحجامها ولاشكالها ايضا، وهي سمكة ما نحن نصيدها بس، هذه يصيدها كل القاطنين في المحيط الهندي، وهي سمكة تسبب خلافات يعني بين احيانا مجتمع ومجتمع بعيد واقليم واقليم، لانها مهاجرة. واليوم نشوف الكنعد مع عيسى، مع الشيف اكيد طبعا. هذه سمكة ايضا محبوبة الشعب. صح. وبعض الناس يسميوها موز البحر. ايوه، وهي سمكة لذيذة وغنية بالدهون لما تكون كبيرة، لما تكون صغيرة يسمها خباط، تكون شوية اقل دهونها. ولها احنا عملنا ايضا فيها ورشة قبل فترة، جمعنا فيها دول مجلس التعاون لأن نتشارك في المصائد مع دول مجلس التعاون لسمكة الكنعد نتيجة لأهميتها، وسمكة واحدة تجمع شعوب. الحمد لله رب العالمين. نعم. أكيد احنا نحب نستغل وجودك معنا بالأستوديو خلال هذا اللقاء. السيد إبراهيم، السلطنة تحتفل قريبا بالعيد 40 إن شاء الله، أنتوا كشباب كيف تقيمون وكيف تنظرون لهذه المسيرة، لهذه النهضة طبعا بقيادة صاحب الجلالة سلطان قابوس سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه؟ طبعا هذا موضوع جميل الحديث فيه جدا، لأنه الشخص أنا طبعا من مواليد 73. نعم. فعايشت النهضة المباركة ومسيرتها، ومنذ الوظيفة ومنذ فترة الدراسة نجد أنه الشباب يعني وفر له كل المقومات وكل المميزات اللي تأهله أنه هو إذا استثمرها يكون شخص ناجح في المجتمع، ناجح في بلده. والحمد لله أنا أعتقد أنه مسيرة النهضة المباركة بقيادة مولانا طبعا صاحب الجلالة وفرت كل التسهيلات، يبقى فقط أنه على الشباب استغلال الفرصة، استغلال الإمكانيات، والعمل بإخلاص وجهد للعطاء. طبعا إذن أنتم كشباب محصلين الفرص في العمل والإبداع سيد إبراهيم في كل المجالات على صعيد الإبداع، يعني وفر أعتقد المؤسسات الحكومية موفرة، المنتديات الخاصة موفرة، والجمعيات الأهلية موفرة. وكما ذكرت هذه كلها المؤسسات تنتظر الجهد والالتزام والعطاء. نعم. واللي يعطي بإخلاص وبإبداع على طول يظهر، الجميع يريده. ممتاز. احنا الحين ننتقل الى محور اخر معك سيد ابراهيم، واحنا فعلا مستمتعين بالحديث معك بامانه خلال هذا الحوار. خلينا نتكلم شوي عن حضرتك شيء شخصي، يعني كيف تقضي وقتك في رمضان؟ تشاهد التلفزيون؟ التلفزيون تقريبا يمكن ما بعد الفطور اكثر شيء، وايضا الوقت القريب من السحور. ايش تتابع بالضبط؟ يمكن على مستوى الدراما انا مقل حقيقه، لكن على صعيد برنامجكم أتابع بين الحين والآخر، لأنه الحمد لله محظوظين بالنسبة لي أنا يمكن بالنسبة لي أنا يأتي في وقت أجلس فيه في البيت وأكون راجع من زيارات ومن طلعات ومن يعني إذن وقتنا مناسب بالنسبة لي أنا، بس كثير ناس أيضا أسمع أن اللي ناموا من وقت وكذا يعني يمكن يكون ما مناسب بالنسبة لهم، لكن هو شيء طبيعي نتيجة الاختلاف أنماط الحياة والظروف. نعم. بالضبط. هذا أكثر. الصيام طبعا والحمد لله متسهل، وقت العمل يأخذ جزء من هذا الوقت، ولازلنا في الزيارات والالتقاء والاجتماع الوجبات الجميلة الرمضانية. حقيقة رمضان له متحته الخاصة، وأنا أعايشه كأي فرد في المجتمع بشكل طبيعي جدا، وأمارس فيه يمكن هواية المشي قليلا. والحمد لله. الحمد لله. سيد إبراهيم، الدراما حديث الناس خلال هذه الفترة، وهناك يعني عدة أعمال على شاشة تلفزيون السلطنة، في ثلاثة أعمال مهمة أيضا نتابعها، وإيش رأيك وشو تسمع من نعم. كلام الناس؟ أكون صريح ولا أنمق الإجابة؟ لا أكون صريح، إحنا كذا بكل شفافية وبكل صراحة نتحدث من خلال هذه الشاشة، تفضل. نعم، خليني أعطي جواب في البداية شوية دبلوماسي. شوية ما كثير. يلا. طبعا أنا ما متخصص في الدراما، ولكن لما أجلس على شاشة الشاشة الصغيرة وأشاهدها من الكرسي وأنا أستمتع بالأكل، أكيد الريموت كنترول هذا بسهل أنه واحد يغير القنوات. كغير متخصص في الدراما أو كفرد من المجتمع طبعا لازال لا أكتذب كثيرا للمشاهدة. يمكن تكون هناك عدة أسباب
الأسباب هذه الجهد المبذول حقيقة جهد كبير والمحاولات عظيمة، لأنه الدراما يمكن عهدها لازلنا حديث يعني في سلطنة عمان، وبالتالي المحاولات أنا أحسها جيدة، والمشاهد لما يجلس ويشوف مثل درايش أو يعني بالضبط المسلسلات الأخرى يقترب، لأنها تلامس جزء من الواقع وجزء من اللهجة العمانية وجزء أيضا هذا أخواننا اللي يمثلوا بطريقة إحنا نقترب ونحسها بفكاهة ونستمتع بها. الجزء اللي أنا يمكن أحسه غائب كفوتوغرافي، أحس إنه المسلسلات الأخرى من بعض الدول العربية والأجنبية المؤثرات فيها تجتذب المشاهد وتعطيه شوية إحساس بالانجذاب أكثر. صح. أيوة، وهذا طبعا واقع ويحتاج لتطوير هذا الجانب بشكل كبير. أعتقد إذا توافقنا مع تطوير السيناريوهات وأيضا كان هناك صناعة تجارية للدراما، أعتقد أن الدراما راح تتطور بشكل أكثر متسارع، وهذا طموح نطلبه يعني دائما. نعم إن شاء الله. لما تتابع مسلسل معين أو دراما معينة، في من منظورك أنت تركز على شيء معين؟ أركز طبعا، أكيد أركز على احترافية الممثل، على أيضا طريقة الإلقاء، أركز على الديكور. تركز على الصورة كونك أنك أنت أكيد طبعا على الديكور، على الإضاءة، على الإضاءة، على المنظور، كيف أخذ اللقطات. وأحيانا أستمتع وأحيانا أشعر بإني أريد أنتقد هذا الجانب. طبعا ما في لوم لشخص معين، لكن كما ذكرت هذه الصناعة، والصناعة على سبيل المثال في هوليوود اللي هي أعظم مكان للسينما تطورت مع الوقت وتطورت. صحيح. مع اقترابها من الجانب التجاري في الدراما. نعم. وفي صناعة السينما وكذا. فأعتقد أنه مع المستقبل القريب أنا متأمل ومتفائل أنه الوضع الحالي هو جيد، وفي المستقبل راح يكون ممتاز ويحتاج لنوع من الخروج يعني وضخ مزيد من الأفكار في السيناريوهات. أعتقد نتمنى إن شاء الله مقيم كفرد من المجتمع وغير متخصص. تقييم جيد. شكرا كثير. شكراً. وأكيد شكراً. أنت نورتنا سيد إبراهيم بحضورك معنا بطبعا الأستوديو، واستمتعنا كثيرا بالحديث معك خلال هذا اللقاء. شكرا جزيلا وشاكر الاستضافة والوقت. سيد إبراهيم البوسعيدي شكرا جزيلا، ويعطيك ألف عافية، ورمضان مبارك عليك وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. وأنت بألف خير.